اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو. اليوم حلقتنا حلقه مميزه فيها كيك بوكسينج وتاي بوكسينج وكل شيء بالبوكسينج بتعلق. ضيفنا اليوم مدرب دولي حاصل على عده جوائز شيء يعني كثير. ضيفنا اليوم المدرب الدولي الكابتن علي ابو كرش. منرحب فيه مع بعض. اهلا وسهلا فيك كابتن علي ابو كرش. بدنا نشوف تقرير عنك قبل ما نبلش ونرجع على الاستوديو. يعني شوفوا مع بعض. محمد علي إبراهيم، صري هون بالنمسا سنتين. أنا المسؤول الإعلامي عن صفحة نادي السلام على الفيسبوك. Ich bin Tarek Hamoui, bin 14 Jahre alt und bin in Wien aufgewachsen. Ich bin diesen syrischen Verein gegangen. Da gibt's Schwimmen und Fußball, aber Fußball mag ich gern und darum bin ich jetzt in diesem Fußballverein und spiele im Mittelfeld. Und wir haben zwei Match gesucht, also gespielt und wir haben 2-1 gewonnen. أنا اسمي أحمد الحمادة، صلي سنتين بفيينا، بلعب بنادي السلام. أنا بلعب خط وسط. لعبنا نحن بنادينا 3 مباريات، تعادل فوز وخسارة. اسمي أسامة مضاوي، صلي هون سنتين بالنمسا. من سنة انضميت لنادي السلام. أنا بلعب باك يميني وصرنا لاعبين مباريتين مع كابتن الفريق علي. أنا عبد الله نجار من سوريا، إلي في النمسا سنتين. انضميت لنادي السلام لأنه أنا أكثر رياضة بحبها هي الطابة. أنا اسمي أكرم الحمادة، أنا صلي سنتين بالنمسا وبلعب بنادي السلام. اسمي عمر من سوريا، صلي بالنمسا شي سنتين. انضميت على النادي من 3 أشهر تقريبا. حمزة محمد النجيم، انضميت لنادي السلام وأنا هجوم، صلي بالنمسا سنتين وأكثر رياضة أحبها هي كرة القدم. اسمي أسامة العتقي، صلي سنتين بالنمسا، انضميت للنادي من سنة، بلعب مركز بالوسط ونحن لعبنا 3 مباريات، فزنا ب2 وتعادلنا ب1 وإن شاء الله مستمرين بالفوز. أهلا وسهلا فيك مرة تانية كابتن. أهلا فيك، شرفنا في برنامج نور شو. أهلا فيك كابتن علي أبو كرش. من هو باختصار؟ أنا علي أبو كرش من دمشق، من منطقة اسمها كفر سوسة. حاصل على عدة شهادات بالرياضة، لعبت كذا لعبة، كرة قدم، سباحة، غطس، تاي بوكسين، ام ام اي، مواي تاي، فو كونتاك. ما شاء الله. هذول حاصل على هذول كلهم اللي عم تحكي عليهم جنابك، بدنا نتعرف عليهم يعني كل وحده باختصار شو هي اللعبه. طبعا هلا انا اول ما بلشت بال، طبعا انا ابي بطل عالم بالمصارعه والكاراتيه، طبعا هو سباح وعلمني، يعني هو اسسني بكل الالعاب ما شاء الله. وعندي جهله وتحيه من هون. خليك يا رب. وعمي كمان بتلعب كاراتيه. كانوا بيلعبوا اول ما اسسوا الوالده كمان كاراتيه. طبعا ما شاء الله عيله كلها اكشن. ما اسس الكاراتيه بسوريا. بلشنا نحن صغار، ابي بحب الرياضه كثير، بقى فوتنا نحن واخواتي كلهم بالرياضه. بس انا اكثر واحد يعني كملت ما شاء الله. بلشت بالكره القدم، لعبت بالميسلون، بعدين الوحده، بعدين الجيش ما شاء الله. بعدين انتقلت من، طبعا كنت العب كره قدم والعب لعبه ثانيه او لعبتين ثانيات، العب مثلا تاي بوكسين معها
ولعب سباحه غطس. شو كنت تلحق بيناتهم هيك ما فاضي كنا صغار بتعرف. هلا انا مثل ابني مثلا، انا ابني بيلعب تاي بوكسين وكيك بوك والسباحه وكره القدم، يعني مثل ابني مثل ما انا اسسني ابي وانا اسس اولادي. كنت لحق بين دراسه وبين الرياضه، يعني حاط يعني اي اب بده يلحق بيلحق اولاده بده ياسسهم من هو صغير. ما شاء الله. وحصلت على كذا بطولات بالسباحة وبالكرة القدم، يعني كنت منتج فيهم ثلاثة الحمد لله. ما شاء الله. شو شاركت وشو الجوائز اللي أخذتها؟ هلأ أنا بطل الجمهورية بالغطس كذا سنة. طبعاً لعبت قلت لك بالكرة القدم بالميسلون، ولعبت بالجيش، ولعبت بالوحدة. ما طولت بالجيش لأنه صرت. الجوائز اللي تاخذوها هن الميداليات الكؤوس. طبعا هلا نحن طبعا ميداليات كؤوس عندنا بسوريا، يعني ما بيهتموا بالصحافه كثير كانوا، اما هلا ما شاء الله تطورت اللعب كلها. كانت اول شيء يعني ما في اهتمام مثل هلا. بعدين كنت العب انا طبعا انا صغير كان عمري 5 سنين كنت العب سباحه وكاراتيه يعني. بعدين انتقلت انا لما كبرت بقى بتعرف بتيجي كل ما بتيجي لعبه جديده على البلد الشاب بيلحقها بيشوف شو هي. اجت التاي بوكسين وهي اول شيء اجت الفونت كونتاك، بعدين اجت التاي بوكسين. شاركت انا بال 96 انا فزت بالفونت كونتاك بال 91 عند استاذ طارق بني مرجين، هذا كان مشهور كثير، ومحمد يوسف الماستر محمد يوسف. كانوا يعني اول من اسسوا التاي بوكسين بسوريا. هي التاي بوكسينج هلا نحن بنسمعها كثير، كيك بوكسينج تيكوندو. ايوه هي كانت كاراتيه كذا، بس كانت التاي بوكسينج شو هي؟ كانت هي كيك بوكسينج. هي كانت كيك بوكسينج صارت تاي بوكسينج. لا هي لعبه وهي لعبه. يعني هي الام هي اسمها مواي تاي. المواي تاي. المواي تاي. هي بتايلاند. هي تايلاند لغه تايلانديه. لغه تايلانديه وهي لعبه تايلانديه صار من الاف السنين. ايش بتعني انه ان هي قطاع تاي بوكسين بوكس مع رجلين. اوكي. المواي تاي تختلف عن تاي كيك بوكسين. الكيك بوكسين بس بوكس رجلين وايدين، اما المواي تاي بوكس كوع ركبه رفس كمش كلينش. تختلف تماما، فيها 9 اسلحه فيها دفاع وفيها هجوم. الاسلحه طبعا تبع البوكس ولعبة خطيرة هي. هلا هي كانت خطيرة جدا، مشان هيك كانت ممنوعة دوليا. هي المواي تاي. المواي تاي هي المواي تاي هي الأم. فرعوا لها بقى من تاي بوكسين كيك بوكسين، فرعوا الام ام اي، فرعوا اليوك ماي، فرعوا المي ماي، فرعوا منها عدة لعب منها حتى فوتوا لها فاتت على الأولمبياد. طبعا هلا هي ما كان فيها إلا واقيات، هلا حموها بالواقيات بالراس بالصدر بالكوع بالركبه بال هذا اللبس يعني لكل النوادي لبس لهاللعبه بالذات؟ لا لا لكل النوادي، بس هاللعبه بالذات مشان تفوت بالاولمبياد ما بتحسن تفوت انت على لعبه عنيفه جدا على الاولمبياد. يعني هلا لعبه كثير كانت عنيفه وكانت ممنوعه، لبسوها قاموا منها. طبعا هي كانت قتال حتى الموت، بعدين خففوا الموت حتى يعني. الموت ما هي أبدأ. القصه تبعها كان من 4000 سنه تقريبا. الحمد لله ما بحب العب هيك لعبه. اي خففوها، وكانت حصرا بالملكي القصر الملكي تبع تايلاند، يعني ما كان تطلع ما طلعت الا من مئات السنين بس، اما هي صار لها من الاف السنين وما طلعت بهاللعبه، ما طلعوها السر تبعهم ما طلعوا الا من جديد. وعنا بالوطن العربي ما كان حدا بيعرفها، في عنا ماستر اسمه غراند ماستر سامي أملاوي، هذا اللي أنا اشتغلت عنده هو اللي أعطاني الخبرة طبعاً هاي كلها. ما شاء الله نوجه له تحية لها. طبعاً هو اللي أسس بالوطن العربي. هو الجابة هو طبعاً هو كاراتيه تاي بوكسين كيك بوكسين، بعدين هيك بعدين طورها وصل للمواي تاي واللي هي التاي بوكسين. تاي بوكسين اللي هي هلا جنابك عم تدرب فيها. عم تدرب فيها الأطفال. نحن هلا بعد إذنك بدنا نشوف كم طفل هلا من اللي عم تدربهم حتى نشوف كيف اللعبه بتصير ونحكي فيها ان شاء الله بعد ما يجوا الطلاب. تكرم منك. يلا يا اذا هو
سوديكاب. اهلا وسهلا فيكم يا شباب ويا صبايا ما شاء الله. وهي كمان الأمورة ما شاء الله ديلكي. ما شاء الله ايوه برافو. اهلا وسهلا فيكم يا شباب ويا صبايا ويا حلوين. شو اسمك يا حبيبتي؟ اسمي سيدرا. سيدرا اهلا وسهلا فيك يا سيدرا. سيدرا شو بتلعبوا مع الكابتن؟ صيفية المضت لعبنا رحنا عند نادي تدربنا تاي بوكسينج وسباحة. بالنسبة للتاي بوكسينج كانت كتير منيحة وهي رياضة لتقوية يعني ثقة بالنفس وشان تحمي حالك. وبدي أقول شكرا للأساتذة إنه علمونا. برافو عليكي. أهلا وسهلا فيكي وتحية للأساتذة اللي علموكي. ببيروت اجانا بطل اسمه سنو. اجانا عمره 37 سنه. هذا بطل يعني هو هلا كان هو ما يعرف يلعب باللعبه. اجا وتعلم بنادي شوغن يعني والزلمه اثبت وجوده صار بطل عالم وكذا سنه وصار مقاتل شرس وعمره 37 سنه. يعني هذا مثال انا بعده يعني كثير منيح. يعني عمرك 37 سنه وانت تفوت لعبه ما لك لعبه بحياتك وتصير بطل عالم وتثبت بوجودك. هذا مثال. شو قد بدها مده حتى تصير تثبت انه فعلا انت عم تشتغل انت وجهودك وانت والكوتش تبعك؟ يعني ما في انه مثلا مده سنه سنتين ثلاثه حتى تصير. لا انت وجهودك تعبك والكوتش تبعك. يعني الكوتش كان هلا في عالم في مدرب في معلم وفي مدرب وفي كبير مدربين. في عالم بتطلعك لاعب وفي عالم بتطلعك بطل. هي الفرق بين هون وهون. يعني انا لما كنت بسوريا كنت ممكن طلع لك قبل ما اروح وتاخذ الخبره هي من ماستر سامي قبلاوي. يعني ممكن تطلع بطل عادي بس ما طلعوا للعالميه. يعني ما وصل للعالميه بس لما رحت عنده اشتغلت عنده سنتين. تمام طبعا هذا شيء صعب انه تشتغل عند هيك شخصيه انه رئيس اتحاد رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد اللبناني ونائب رئيس الاتحاد العالمي. انه تشتغل انت عنده صعب جدا جدا جدا. هذا دليل انه انت متفوق حتى وصلت لهالمرحله. الحمد لله فضل الله. يعني انا الحظ كمان لعب معي والظروف يعني لعبت معي انه اشتغلت عنده للماستر جراند ماستر سالم. تعليم الاطفال كابتن بيطول كثير. انت بتشوفهم يعني انه بتعلموا بسرعه بتستفيدوا ولا بدهم وقت؟ الولد وقد ما مثل الكمبيوتر شو ما بتعطيه بتاخذ. يعني انا اول ما بلشت هون بلشت بسباحه. يعني انا اجيت لهون من سنه تقريبا. اول ما بلشت اجيت لهون من شي سنه. بدنا نحكي على 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 الجايه. وقت اللي طلعت انت من لبنان صح؟ انا من سوريا لبنان. طلعت من لبنان رجعت على سوريا طلبني منتخب سوريا. كنت انا مشتغل مع سامي الماستر سامي بلاوي طلبني منتخب سوريا. كان عندنا بطوله العالم وبطوله اسيا وبطوله هاي. رجعت قعدت شيء تقريبا كم شهر بسوريا دربت منتخب سوريا انا والغراند ماستر محمد يوسف والكرو ياي حسام منى. دربناهم نحن ثلاثة وعملنا إنتاج منيح لأول مرة بسوريا. بإنتاج سوريا شيء 16 بطل. عملنا بطولة عالم عملنا بطولة آسيا عملنا بطولة يعني أثبتنا الشيء. بعدين تعرف الظروف كانت كتير قاسية. أنا كنت تاجر تاجر شناتي وأحذية مع يعني وعنا معنا واحد يعني عم أيوة بيشتغل وتجارة وتجارة رياضة أحسن. وبتعرف الظروف أنا كان بيتي يعني بالريف ومعاملي بالريف كويس. ما كنت يعني انه اخذ ماده بالرياضه يعني قد التجاره.
تماما. بعدين شفتنا انه ما عاد في تجاره وما عاد في، انت بشايف البلد بالوضع بحكم طبعاً. الظروف اللي مرت على سوريا حملت حالي واخذت مرتي وطلعت. طلعت طبعا انا الوالده مصريه، طلعت على مصر كويس زياره رجعت. انت حامل جنسيه مصريه؟ لا ماني حامل جنسيه، بس انا والدتي مصريه. ما بس بحق لي حامل جنسيه طبعا. لا اذا خذ النمساويه خلاص ان شاء الله. اوكي بعدين طلعت على تركيا، مرتي يعني مو معقوله، انا مرتي كانت حامل بالشهر السادس السابع. طلعت البلم وهي شهر مهم. والله طلعتها لانه سمعت انه باوروبا ممكن ما يعني صعب لم الشمل وما لم الشمل فعلا بتأخذ. يعني انا خيرت خيارين، يعني لا بتضلي حتى يجي لم الشمل يا بتطلع معي. عم بحكي مع تليفون ثاني يوم حجزت اخي جابت ابني واجيت خلص خلص نصيبك. طلعنا بهالبلم، اول ما طلعنا بهالبلم طبعا بتتفق انت مع المهربين هذول للاسف، يعني كذابين كثير للاسف. غرقنا تقريبا، غرق البلم معنا. كم شخص كنتوا في البلم؟ تقريبا 60-65 شخص واكثر، و15 ولد. يا لطيف عملت مشكله انا والبلم غرق في في في, في الحظ مع ما يعني مع الحظ تبعي كان ما كنت ادرب انا شباب سوريين لاجئين بسوريا لبنان. لقيتهم نفس الرحله اللي انا قاعد فيها بالبلم. سبحان الله سبحان الله، شي 15 شاب ما شاء الله. شفتهم هذول لازم يشيلوا البلم شيء، طلع ولا واحد بيعرف يسحبوه على اليابسه، طلع ولا واحد بيعرف يسبح. لا 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 سو قصدي بس اخذ معي رفيق، عندي رفيق سباح غطاس جايبه معي. قلت لحالي هو اذا صار شيء بياخذ ابني، انا ابني سباح بس يعني بشيل شوي كتف وانا بحمل مرتي. فعلا حسبته لقيته. طبعا انا ما يعني ما لبست شيء، انا ولا رفيقي بس مرتي وابني. المهم طلعنا بالبلم، غرق البلم، فات المي كان في موج كثير عالي. يا لطيف غرق البلم، صرنا نكب الاغراض. بقى في شنطه كلها رياضه، شنطتك انت؟ شنطتي طارت. بقى انا بتذكر انه في شهاداتي فيها وهي طايره كمشتا. قالوا لك لك شحت رحت نزل كمشتا، فتحت عم كنت مكيس الشهادات تبعتي. اوكي حتى الشهادات تتروح كل شيء بس الشهادات هذول الرسمال حطيتهم هون وسكرت. المهم غرق طبعا، ما عشان نشوف الشهادات بعد اذنك. انا شايفهم مفنشين. اي طبعا هي بالبحر، لانه اصابهم بالبحر. البحر هي بطولة الجمهورية، هي بطولة الجمهورية بالاتحاد الرياضي مكتب الفنون القتاليه. هي معالجه، هي اسعافات اوليه بجامعه الامريكيه لبنان، هي الاتحاد اللبناني. ما شاء الله ماي تاي. هي بوكسينج، تاي بوكسينج. ايوه تاي بوكسينج. هي من تايلاند، هي من تايلاند. ايوه هي جوكسون من برازيل. ما شاء الله بس بيطلع شلون طبعا هي بالبحر. طبعا من البحر. يا هي دمشق، جمهورية دمشق. هاي مشاركة من الاتحاد اللبناني، هاي المشاركة. ايوه ما شاء الله. هاي احزام اسود، هدول احزام اسود، وهي بقى السباحة، وهي الاولمبية. شهادة مدرب، شهادة مدرب طبعا. شوف شو صار فيها بالبحر. وهي شهادة مدرب السباحة. وطبعا الباسبور تبعي، هذا الباسبور اللاعب هو نحن عندنا بتايلاند. كل لاعب له باسبور، يعني انت ما بتحسن تفوت الا بباسبورك. هذا باسبوري. باسبور وين؟ على هذا اللعبه هي نفسها تايلاند، من تايلاند. اها ايه. هي بتدخلك على تايلاند، بتدخلك على تايلاند كرياضي. بس كرياضي بس يكون معك باسبور طبعا. طبعا هي انه بتثبت لك انه انت مدرب دولي. ما شاء الله طبعا. وهي دفتر طبعا. شفت لي اسمها هي سويدي كاب. هي السلام عليكم سويدي كاب. طبعا هي الاحترام اكيد. لازم يكون في بين الشخص والمدرب او بين الشخص والشخص احترام. ما هن اثبتوا انه احترامهم، انه ما كانت ضلت 4000 سنه او 2000 سنه. 4000 سنه هي طبعا اللعبه كثير قديمه جدا. بس قلت لك نحن بوطن عربي وبالعالم من مئات السنين، بس هيك 100 سنه يمكن او 50 سنه حتى كشفوها. دخلت على الوطن العربي، كانوا عاملينها بال بتايلاند، بقلب تايلاند يعني. ما شاء الله. وانا كثير مسرور معك كابتن، والحكي كثير ما شاء الله عم بجر حديث عن جر حديث. طبعا بس نحن وقتنا شوي ضيق، محكومين فيه. تشرفت فيك وانا شرفت فيك وانبسطت كثير بحلقتك.
وانا عم بشوف هدول وبخاف منهم كل شوي. هدول بوجعوا وقت واحد بضرب فعلا؟ لا بس لا طبعا اكيد بيوجعوا. بس موديل يعني؟ لا مو موديل طبعا بيوجعوا. طبعا هي في بس قبل ما نختم بدي اسالك هدول اللي بضربوا كوس فعلا بالحلبات وكذا هذا شيء حقيقي لتمثيل؟ لا طبعا حقيقي جدا. حقيقي وهيك بطير له تمه وبطير له سنه؟ لا مو بطير له تمه طبعا. انت بكثر التمرين ايوه وممارسه التمرين بصير عندك قوه تحمل. اها يعني انت مو معقول واحد بشطح بوكس بشيء بشطحه لاخر ايوه قوه التحمل بتيجي شوي شوي. ان شاء الله بنشوفك يعني في اعلى المراتب ان شاء الله. نحن عاملين هون ان شاء الله. انا هدفي هون بسوق باوروبا مو انه انا لاجئ. هدفي انه اعمل اكاديميه. صح انا عملتها بلشت فيها من السنه وعملت بالسباحه بلشت بالسباحه بلشت بالكره قدم بلشت بالتاي بوكسين هلا كمان فوت لعبه تاي هي تايكوندو وفوت ان شاء الله كاراتيه وملاكمه. والله انت لحالك كل هدول عم تسويه ولا في معك والله مدربين؟ والله انا في معي مدربين معي مساعدين بس انا عندي كويس. عندي خلفيه لهم بالموضوع. طبعا السباحه طبعا انا المدرب انا وعندي رفيقي كمان حقق لنمسا رابع عالم ماستر بالغطس اجاب ميداليتين رفيقي هذا اللي جاي معي من سوريا وان شاء الله حابين انه نعمل شيء باوروبا نثبت لهم انه نحن مو جايين لاجئين نحن فعلا ابطال وان شاء الله بنطلع ابطال. الله محييك يا كابتن. الله يخليك. الله محييك. الله يسلمك. طبعا اصدقائي هيك بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم. انا كثير يعني سعيد في هاللقاء الجميل. ان شاء الله بنشوفكم في حلقات تانية وانا مني السلام عليكم. We'll be right back.